المرتزقة السورية هم ضحايا عمليات النصب الكبيرة نتيجة ممارسات قادة الفصائل المعارضة. مصادر عسكرية مطلعة قالت لوكالة ستيب السورية إن قادة المجموعات المتواجدة في ليبيا يعاملون المرتزقة السوريين بشكل مجحف للغاية، حيث يمنعون عنهم الطعام وغيره من الأساسيات الضرورية. وبحسب تقرير نشرته الوكالة السورية، فإن قيادات الفصائل بدأت خلال الساعات الأخيرة في الضغط على المرتزقة والذين يقاتلون لجانب ميليشيات السراج. وأشارت المصادر إلى أن هذا التضييق يليه عرض القادة على العناصر الترحيل إلى سوريا، إذ كانوا يرغبون بذلك شريطة دفع 500 دولار من الراتب الشهري لكل عنصر مقابل ترحيله، أي ما يعادل 1500 دولار من كل عنصر، كون العناصر قضوا 3 أشهر في ليبيا. ولفتت المصادر أن العناصر العائدين إلى سوريا تفاجأوا عند وصولهم لمقرات قيادة الفصائل التي أبلغتهم بأنهم لن يتقاضوا أي رواتب عن الأشهر 3 الماضية لعدم إكمالهم شروط العقد الذي ينص على بقائهم 6 أشهر. وبحسب الوكالة، فإن تركيا لم تعد تمنح رواتب المرتزقة السوريين بشكل مباشر، بل باتت تمنح الرواتب لقيادات الفصائل على معبر حور كلس، وذلك لأن نحو 19 من المرتزقة فروا إلى أوروبا بعد تقاضيهم لرواتبهم.